احنا بنفسك الدكتور واصف احمد كابلي، المملكه العربيه السعوديه، مركز نداء الامل لدوله احتياجات الفرد. انت حضرتك موجود هنا ليه النهارده في المؤتمر؟ طبعا معروف المؤتمر حق المسؤوليه المستدامه، وحبيت انه اشارك بارائي وفكري ومشاريعي وتجربتي في العمل. اولا من ناحيه الاعاقه، نتكلم عن الاعاقه. انا صاحب نظريه او اكتشاف سبب التوحد في المجتمعات. احنا نعرف انه الاعاقه عموما بدات تتزايد في السنوات الاخيره. مثلا كانت في مصر من 9 صارت 11 او 12، السعوديه من 6 صارت 7. احنا بنحاول نشوف مسببات الاعاقه، نحاول ان نقايه قبل ما نوقع الفاس في الراس على معدومه، نوقف الاسباب اللي هي سبب الاعاقه. فانا عملت بحث اجتماعي ما بين امهات اللي عندهم توحد، وعملت البحث وقدمته في انديانا ستيت يونيفرستي ولقى استحسان كبير، وبعدين الجامعه السعوديه ايضا، وبعدين ايضا تناولته الجامعة المصرية في متخصصة أيضا في الإعاقة، لكن هنا في مصر أيضا الزقازيق، جامعة الزقازيق. جامعة الزقازيق كانت مهتمة جدا وعندها كلية خاصة، وطرحت الفكرة وبدأت أعمل استبيان. الاستبيان هذا كان فكرة أمريكا، إنه عشان يتحقق من نظرية يثبتها ويقول والله فعلا صحيحة، يبقى نعمل شريحة كبيرة نعرفها. فالاستبيان هذا لو اخذت الشريحه الامريكيه فقط ما اعطتني النتيجه كامله، فحبيت ان يكون في شريحه سعوديه وشريحه مصريه. وبدانا هم يطرحوها في امريكا وانا طرحتها في السعوديه، وجيت عشان اطرح الاستبيان هذا في مصر عشان نعرف العوامل اللي اثرت على التوحد من هذا الاستبيان لمعالجه النظر. هذا واحد. احنا عملت كتاب اخر يتكلم عن جميع الاعاقات، كيف انه احنا مسببات وراثيه، لان التوحد ما هو وراثي، في اشياء ثانيه وراثيه، في اشياء لها تاثير مجتمعي من الادويه من كذا من الداير. فرحت ايضا الاسبوع هذا الى القناطر وجدت حاله عجيبه جدا ما هي موجوده عندنا، ويمكن ما تسجل الا انت في مصر او يمكن السودان او الدول الفقيره. البلد لما تولد ما في حضانه، لو تحتاج الطفل الى حضانه ما عنده حضانه في القريه، اذا حب الوطن على القاهره عليه تروح الولد حيضيع، ويمكن تكلفه الحضانه 1000 جنيه ومشوار وكذا، تستهون الامور. اذا استهون الامور الولد بيطلع معاق عقليا، بالاضافه الى العقليه العصبيه التشوهات، هذا كلها للاسف. الوقايه انه انا اتمنى من مجلس الشعب او المرشحين في مجلس الشعب انه يعمل حاجه لله، يعمل حاجه للوطن، يعمل وحده حضانه عشان الاجيال القادمه ما تاثر علينا في هذه الاعاقه، يعني اكثر اعاقه هي. شكرا لحضرتك يا فندم.